برضو عايز اتكلم بقى مع حضراتكم النهارده في بعض الاخبار. نادي الاهلي النهارده استقبل وفد الاتحادين الدولي والافريقي لكره القدم، وكان في استقبال وفد الضيوف المهندس خالد مرتجي امين الصندوق النادي، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، والاستاذ خالد مرسي مدير المقر، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص. وجاءت الزياره تلبية من النادي الأهلي لطلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لزيارة مقر النادي في ختام دورته الخاصة بالقانون الدولي لكرة القدم، نظرا إلى قيمة الأهلي وتاريخه محليا وإفريقيا وعالميا. الوفد قام بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شملت دولاب البطولات وصالة الأمير عبدالله الفيصل وملعب مختار التتش وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم. من جانبه نقل المهندس خالد مرتجي ترحيب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يخضع لفحوصات طبية حاليا خارج البلاد بالوفد وكل أعضائه الذين حرصوا على زيارة النادي من أجل التعرف على منشآته والاطلاع على جانب من تاريخه من قرب. وقال المهندس خالد مرتجي أن زيارة الوفد تأتي في إطار التقدير لاسم وتاريخ النادي كونه رائدا في البطولات والقيم والمبادئ وأشهر أندية إفريقيا ونادي القرن الإفريقي. نادي القرن في إفريقيا. أوضح أمين صندوق النادي في كلمته أن مثل هذه الزيارات تلقى اهتماما كبيرا من قبل مجلس الإدارة كونها تشكل جزء أكبر من عائلة النادي الأهلي حول العالم. الحقيقة ده النادي الأهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وما بين أي نادي آخر. هو ليه دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن النادي الأهلي بهذا الفخر وبهذا الاحترام وبهذا الأدب وبهذه الأخلاق؟ لأن النادي الأهلي احنا بنتعلم منه الأدب والأخلاق والانتصارات زي ما حضراتكم سمعتوا في بداية الكلام، فبالتالي دايما يظل النادي الأهلي بالنسبة لكل جمهوره ولكل لاعبيه ولكل أجهزته الفنية يظل دائما في القلب، وهنفضل دايما بنحب هذا النادي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، هيظل هذا النادي دايما في قلوبنا جميعا.